السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على شباب شلطة بيشة، كلكم بخير، معاكم معتز وفيديو جديد. راح أشكركم على الدعم اللي تقدموا لنا، وما شكرنا لكم، ما فيكم حقكم اللايك سبسكرايب وكومنت، شكرا لكم جميعا. نشكر حلينا المنتسبين، شكرا لك يا خالد ساب، منتسب من 4 شهور، جيت ساب من يوم. شكرا معتز فان، مشكور يا غالي على دعمك وعلى القناة اللي سويتها، وعلى انتساب منتسب من يومين، شكرا لك. ومشكور يا فينوم على انتساب فئة الجريت، منتسب من شهر، منتسب من يومين. طبعا شباب زي ما انتم شايفين من عنا فيديو شرح ثغرات اللوب. طبعا شباب قلت ما ينفع اشرح التحركات واحنا ما نعرف نوقف في اللوب، او ما شرحت ثغرات اللوب كيف توقف في اللوب. فشباب نبداها خطوه خطوه. طبعا شباب لازم نعرف انه كل كير له خاصيه، فمو كل الكيرات لهم اسلوب اللوب نفسه. يعني لازم يا شباب تعرف تلوب كل كيرة بطريقه معينه، وباذن الله يا شباب انتوا مع الاخطاء واللعب الكثير هتعرفوا كيف تتعامل مع كل الكيرات، ومع الشرح باذن الله ما حقصر معاكم. نمشي في سلسله الشروحات وحشرح اشياء كثيره باذن الله بدون ما اوقف. طيب يا حبيبي، ما ودنا نطول عليكم بالكلام، ان شاء الله تشوف فيديو الشرح وتستفيد وتستمتعوا بالفيديو. لكن قبل هذا يا شباب بندعم اصحابنا واخواننا العرب. عندنا اليوم يا شباب، عندنا شباب قناة مجاهد، مجاهد طبعا يا شباب مين ليذر فيس. طبعا شباب لعبه جدا ممتاز مجاهد، ومحتوى جدا بطل، وانسان مجتهد يا شباب. لا تقصروا معنا بالدعم، وانا اول من يدعمه يا شباب باذن الله. ما لكم تقصري، حتلقوا الرابط تحت في الوصف. طبعا شباب مجاهد تبغى فليك، تبغى مايند جيم. مجاهد طبعا يا شباب لعبه جدا حلو في ليذر فيس، تعرف ليذر فيس من الكارت الصعبة، ونادر ما تلقى عرب من ليذر فيس. اتمنى يا شباب ما تقصروا معاه، تلقوا الرابط زي ما قلت لكم تحت في الوصف. ننتقل للقناة اللي بعدها. طبعا حابب عندنا قناة ابو مجدي. ابو مجدي يا شباب تبغى شروحات، تبغى لعب، تبغى سكيل، كله موجود. طبعا شباب اظن مجدي هو الوحيد مع بيز الشهري بعد هاني، طبعا هم الوحيدين الثلاثة هذول تقريبا اللي شرحوا البركات كلها، سواء سرفايفر او كيلر مع الاوفرينج. فشباب استفيدوا، في كثيرين سالوا اصلا معتز اشرح البركات، اشرح ابو مجدي، اختصر عليكم كل شيء. شباب تلقوا الرابط تحت في الوصف، اتمنى تقصروا معاه وتدعموه. وبس يا حبايب معلش طولت عليكم، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. استمتعوا في الفيديو، اشوفكم على خير. بيس. طيب يا حبايب، هذا شرح تطبيقي سريع. ننتبه يا شباب الويندو مفتوحة، نوقف الأطراف ثواني عشان نتأكد الكير سبق ولا لا. في نفس الوقت اعتمد على الثغرة، دحين باب معانا من الثغرة انه سبق، نوقف برضه ثواني، مركزين معاه وفي نفس الوقت مركزين على الثغرة، وكذا ما يقدر الكير يسبق لك أو يسوي لك مايند جيم. طبعا شباب ويندو الشاك لما تجيها من برا الى جوا، دائما يا شباب دائما حطوا في بالكم انها دائما 50-50. ما في احد يقول لك مضمون انك تدخل الشاك على الويندو من برا. شوفوا مثلا الحين انت ما تعرف انه سبق، اخفى النور، فالافضل انك تلعب سيف وتروح البلت، هذا السيف افضل شيء. ما في احد يدخل الشاك من برا الى جوا غير اللي خاطر يا شباب.
طيب يا حبيبي الوقف هذا جدا ممتاز ضد اغلب الكرات، لكن ما تنفع ضد وسكر جاي من ظهرك مثلا، ما تنفع ضد ديمو اذا جاي برضه من ظهرك، اذا جاي من برا تنفع ضد الكل وما فيها اي اشكاليه ان شاء الله. طيب يا حبيبي هنا تطبيق سريع، دائما شباب خذوها قاعده، انت واقف صح معناته قاعد تلعب صح، واذا انت واقف صح معناته حتتحرك صح، فالوقوف يا شباب في اللوبات هو الاساس، وباذن الله السلسله هذه هنستمر عليها كثير. طبعا يا شباب هنا في كثيرين يستعجلوا فرام البيلت والكيرو يسبق من الويندو، كثيره صارت خاصه مع سبيريت فيوري او شيء يكون خايف او كلاون فيسبق لك فجاه وانت منتبه يعطيك هيت، فركز ووقف صح عشان تلعب صح.